نبينا عليه منا أطيب السلام، أطيب السلام. حديثه يا أصدقاء أطيب الكلام، أطيب الكلام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. صدق رسول